السلام عليكم، نتمنى تكون بخير وعلى خير وبكامل الصحة والعافية، وعيد مبارك سعيد. تعيدوا وتعاودوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم وصفة اليوم هي واحد الشهدة او لا بغيو الشهدة ناجحة جدا جدا بمقادير غزالة، وكيجي رطب ومفشفش واللون يا سلام. جربوها وردوا عليا الخبر، وما تنساونيش دعم للقناة ودوز. يلا ندوزوا الوصفة. هاد الاناء اللي غنخدم فيه غادي ندير جوج كيسان عنبة ديال الحليب دافي، وغادي نولي نضيف ليه واحد 3-4 المعالق كبار ديال السكر سنيدة. فغادي نضيف نص معلقة ديال الملح، واحد المعلقة كبيرة عامرة ديال الخميرة الفورية ولا على حسب الجو، نص معلقة ديال السكر فانيلا. هنا استعملت البودر، ممكن ديروا جوج كيس ديال السكر فاني. وهنا غادي ندير معلقه كبيره ديال الحليب المجفف. بيضه غادي ناخذ الابيض ديالها للعجين، والاصفر غادي نخليه لدهن الشهده من الفوق. وغادي نخلط هذه المكونات بالفوي مزيان حتى يعني ينسجموا لينا مع بعضياتهم. من بعد غادي نولي نضيف الدقيق 600 غرام ديال الدقيق الابيض، غادي نجمعها ونكمل يعني الطحين. 600 هزت ليا 600 غرام ديال الطحين نيشان. غادي نبقى كنجمع فيها حتى نحصل على واحد العجينه اللي رطبه ماشي خفيفه وماشي قاصحه. وصافي، وغادي نولي نضيف ليها جوج معالق كبار ديال الزبده تكون في درجه حراره المطبخ. هنا بالنسبه للزبده انا استعملت الزبده ديال البواطه. غادي نبقى نخدم فيها بيديا ونعطيها يعني الخاطر حتى تدخل لديك الزبده، وراه ما العجينه ما غتبقاش تلصق في اليد، غتولي رطبه وعاطيه الطوع، كتولي زوينه انك تخدمي بها ملي كتضيفي الزبده. من بعد غادي نحيدها وغادي نديرها فوق الرخامه، وغادي نبدا هكا كندخل في ديك الزبده مزيان مزيان مزيان. ولو العجين كتلصق البنات ما تزيدوا لا طحين لا والو، راه مادام نتوما كتدخلوا في الزبده والعجينه كتنشف كتولي رطيطبه وعلى مزويناتها. صافي، هنا من بعد ما تجمعات ليا خديت جمعتها، وغادي نديرها في واحد لوبول نفسه، ماشي نفسه اللي جمعت فيه عفوا، دهنته بالزبده وغادي نحط فيه العجين ديالي وغادي نغطيها. غادي نخليها تخمر حتى وكان يضعف ليا الحجم ديالها، نغطيها بالسلوفان ونخليها تخمر حتى يضعف الحجم ديالها. وهذا سر من اسرار نجاح جميع انواع البريوش ولا القرص ولا الشهده ولا اللي كان. هنا من بعد ما خمرت ليا وضعف ليا الحجم ديالها كيف كتشوفوا، عجينه غزاله. غادي نحاول نخرج منها داك الهواء اللي فيها، او صافي دابا غادي نفرغ منها داك الهواء ونبدا ندير كويرات. انا خديت المول مستطيل اللي غدهنته بالزبده، وغادي نبدا نكور العجين ديالي ومباشره نحطها في الطاوه. غادي نبقى نكور وندير في الطاوه حتى نكملها.
هنا كيف كتشوفوا بعد ما غنكمل التستاف ديال الكويرات في الطاوه كامله، غادي نغطي عليها ونخليها مره اخرى تخمر حتى يتضاعف ليا الحجم ديالها ونطلقها. هنا من بعد ما خليتها خمرات وتضاعف ليا الحجم ديالها كيف كتشوفوا، خديت هذاك اصفر البيض وزدت عليه الحليب والخل، وغادي نحاول ندهن البريوش وندهنه غير بشويه باش ما تهبط ليش الخميره ويتفص. دائما دهنو غير بشويه فاش تتكون الحاجه خامره. غادي ندهنو كامل. هنا من بعد ما دهنته كامل فغادي ناخذ انا نزينه. اختاريت انني نزينه بالزنجلان واللوز ايفيلي والشوكولات كوكيز، فكندير صف بالزنجلان صف باللوز ايفيلي وكتجي دوك الفراغات للوسط وكندير فيهم الشوكولا كوكيز. هنا من بعد ما غنكمل التزيين، انا الفران راه مني بديت كندهن دايره الفران ديالي كيسخن على 180 درجه من الفوق ومن التحت، يعني من الاسفل ومن اعلى، وغادي ندخل البريوش ديالي ودائما على 180 درجه، نطفي الفوق ونخلي التحت شاعل. غادي تبان لكم راها تنفخات وتحمرات مزيان مزيان من الجناب، وممكن راها تحمر لكم كامله. انا بعض المرات الفران عندي ما نشعلش الفوق وكتخرج لي الحاجه محمره كامله من الفوق ومن التحت. فهنا غادي من بعد ما يتحمر ليا كيف قلت لكم، الا بقيتوه باقي ما تحمرش شعلوا عليه الفوق ودائما غير على 180 درجه، يتحمر لكم البريوش ديالكم ولا الشهده ديالكم، وخرجوها وقدموها بالصحه والراحه، راها كتجي زوينه البنات. وهذه هي الشهده البنات، شوفوا على اللون كي كيجي ورائع، وشوفوا مرطبه ومفشفشه كيف كنقول تفشفشه، يا سلام. فغادي نقطعها لكم باش تشوفوها كيف كتجي من الداخل، واحد العجين سحريه وقطنيه بزاف بزاف، وبقات عندي انا 6 ايام البنات غير مغلفها بسلوفان، وبقات على مزيناتها كيفطر بها ولدي كل صباح لانه عزيزه عليه. فإلى عجبكم فيديو اليوم ما تنساونيش من لايك واشتركوا بالقناه ديالي قناه هوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله.